اهلين، انا تو وصلت لتونس. وينك رحمه؟ هيك رحمه. فرحمه وبلال حكولي انه انا صايمه اكثر من الناس العاديين. كيف؟ لانه بعد بساعتين في الاردن تقريبا، هلا الساعه 4 في الاردن باش يفطروا بعد بساعتين، وفي تونس بعد باربع سوايع. ليه كيف انتوما بعد اربع سوايع الفطور؟ معناه انا باش نصوم ساعتين زايدين، ساعتين زايدين على الناس. يعني ساعتين هذوكم فيهم اجر، سبحان الله. نصوم ساعتين زايدين عليكم. مش تذلينا شعب كامل يعجبك شي؟ يلا مرحبا بي في تونس، نصوم لكم الاجواء ورمضان انا عرب تسود يا اللي طبعا قبل ما نبلشوا يومنا وسرياتنا في تونس والاجواء، باش نرجع بكم السريات اللي بعد هذوما بالضبط. من وين اشتريت هدايا؟ من الاردن. وين رحت؟ والمول المفضل اللي راح يكون مفضل عندي مستحيل اغيره. خليكم في السريات اللي بعدين. اول شيء يا جماعه، بسم الله يا ربي على بركه الله، انا اول واحده نفتتحه صح؟ طبعا اول واحده، اول واحده. اول شيء والله يا جماعه، اول ما فتت عجبوني الملابس، لبستهم موديل برا، ما شاء الله ما شاء الله، كل شيء موجود. وطبعا ما فيكش تحتاري انك تيجي تاخذي لبستك من هون ومين تاخذي شنطتك، لا تيجي من شنطتك، الحجابك، الفستانك، كل شيء من هون وتطلعي، حتى الميك اب على فكره. اوه اللي تحب تدلل حماتها طبعا تاخذ لها عبايه هديه العيد بنات. انا راني انصحكم يعني دللي حماتك، اشتري لها هدية. شوفوا اعطيتكم عبي من واحدة فيهم، كل واحدة وتفصيلتها صح؟ مزبوط. اوه محلاها في التفصيل، كيفاش حلو. هذه ديما نشوف الأردنيين يلبسوا هيك، حلوة. كش ما في بنات ما تحبش الديزاين صراحة، ما تحبش الزينة كثير، فهذه سمبل كثير. مقاسات، كل المقاسات، كل المقاسات. حتى الألوان جماعة، الألوان الغامقين في العبي، الأكثرية ناس ما تحبش تلبس الفاتح، الألوان الغامقين. طبعا اول ما تفوتوا يا جماعه مش لاقوا الموديل هذا الاول اللي هو بشت بنطلون جيب كلوت وبلوزه داخليه. هذا بحس وقته صراحه، من رمضان داخلين للصيف، هذا هو وقته 100% كامل كامل يا جماعه. طبعا جميع السيزات يعني. واو. ارمي طبعا هذا موجود اكثر من لون، بنطلون جيب كلوت شايفه، تشكيله كثير كبيره موجوده عندنا للتخرج، شايف هذوما صراحه للتخرج. ايه على الالوان الصيفيه، الوان صيفيه والله، الوان تجنن. منه طبعا ما شاء الله يا جماعة، طلعت للطابق الثاني بحر ما شاء الله، كل شيء موجود. ساعة أخذت من هذا، هذا اللي أخذت منه، أخذت منه في الأبيض، وكل الأنواع، كل المقاسات من 7 و8 و38، 37 ساعات نروح محل لقى 38 وما لقى 37، كل شيء موجود وما شاء الله. شوفوا باش نعطيكم انا لمحه باش تفهموا شو موجود، لمحه يعني، يعني بحر بحر ما شاء الله. هون السلام عليكم، حضر مصاريك، حضر ها، حضر مصاريك. والله مضيع بطاقتي والله. هون للاطفال بين. عيدكم مبروك. شوفوا يعني تجي وتاخذوا لبسة للأطفال، واو ما شاء الله. شوف هنعطيكم لوحة صغيرة، شوفوا الفساتين. فما أنا جيت عجبوني فساتين، يما محلاهم هوما. هذول ضروريين للعيد، ضروريين، لازم الأطفال كلهم ياخذوا هيك في العيد، الألوان الكل، في الأبيض، الزينة مختلفة، في هيك. شوفوا أنا نازلة الأطفال. قرب وقرب. أنا صراحة راح أشيل هذا. راحة والله يا جماعة، راحة. مطاطة، مطاط سفنج كثير رخيص، هذا دينارين ونص متخيله، مستحيل ليرتين ونص بس، هذا في طلع الالوان منه جد ليرتين ونص. شو مالكم خايك ببلاش من هذا؟ شفتي قد ايه مريح، انت تركتي الكندرتك ولبستي هذا؟ والله مريحه كثير، والله راح اضل بيها كثير حلوه.